جماهير طالبنا احنا بعد ايضا نطالبهم ومغريب عليهم الحضور. شفناهم اخر مباراة كانوا يمكن لاعب رقم واحد ما بقول لاعب رقم 12 وهم كانوا الداعم الاول للفريق وثلاث نقاط يمكن يأتي من مجهودهم مجهود اللاعبين. فنطالبهم ان شاء الله يكونوا متواجدين في الفترة هذه خصوصا ان الفترة المقبلة يمكن فيها ضغوطات وفيها مباريات حاسمة بالنسبة لنا للصعود ان شاء الله للمراكز الاولى. اقول لهم ان شاء الله ان ما نقدر نقول اكثر من ان بنحاول كثر ما نقدر ان نرد لكم الجميل. وانتم طبعا اللاعب المهم انتم رقم واحد وكثر ما نقدر ان بنسعى نجيب لكم ثلاث نقاط باذن الله. عشاق وأصحاب السعادة كونوا على الموعد عندما يلاقي نادي الوحدة نادي الشارقة وذلك يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في تمام الساعة 8:15 مساء ضمن مباريات دوري الخليج العربي الجولة 19.